بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بدبي. في هذا اليوم الأغر تعلن أخت من أوكرانيا دارين إسلامها. قولي ورائي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبارك إن شاء الله، مبارك، ما في مشكلة، تقبل الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتها على دين الإسلام، وأن يثبتنا جميعا على دينه وشريعته، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا سببا في دخول الناس إلى دين الله، وأن لا نكون سببا في أن يخرج الناس من دينهم. اللهم ثبتنا وثبتها على طاعتك برحمتك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.